قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال من لا يستجيب له، من هنا يقول عنها البلاغيون هي للعاقل، لكن هذه الآية التي مرت معنا جاء السياق فيها بما التي لغير العاقل، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فكيف التوفيق؟ كيف تجعل هذه الآلهة مرة عاقلة ومرة غير عاقلة؟ فالجواب عن هذا أنها في الأصل غير عاقلة، ولذا جاءت هذه الآية بذكر ما التي لغير العاقل. وأما مجيئها أي مجيء من التي للعاقل في الآية التي مرت معنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا من باب التنزل مع هؤلاء، فإنهم لما دعوها جعلوها بمثابة العقلاء، فيقال هذه الآلهة التي جعلتموها بمثابة العقلاء أين هي منكم؟ أين هي من دعائكم؟ أين هي من فعلكم؟